شويه وزاره التعزيز والاسكان في ان شاء الله معناها في اقرب وقت بقيه المشاريع. يعطيك الصحه، احنا على ذمتكم بدعمكم اي شكل احنا موجودين، سواء كان على مستوى الجهه او على مستوى وزاره التعزيز والاسكان، ماهوش مقصرين على راسهم السيده الوزيره. دونك على ذمتكم وبحول الله معناها ديما نقدموا اضافات لجهه الصفاقس. بارك الله فيك سي جبالي، بارك الله في السيد المدير العام لشؤون الطرقات سي غازي الشريف المكلف بالمهمه، السيد المدير العام للتنسيق بين الجرائم الشهويه اللي كلفتهم السيده الوزيره باش معناها يفتتحوا مع سيادتك المنشأتين هذوما الفنيتين على طريق الافران وطريق العين لحركه الجوالين وحركه المرور، وان شاء الله معناها تكون تلقفنا وساهمنا ولو بقسط في تخفيف معناها عناء التنقل داخل النسيج العمراني في مدينه سفاقس. المهم نرفعوا من السقف بتاع الاشغال، بقيه الاشغال والاشغال والصور هذيك. ان شاء الله ان شاء الله بدعمكم الكل، ان شاء الله معناها تدعم الوجود الكل ومعناها ونرفع من السقف وان شاء الله نكونوا في الاجازه. احنا بدورنا نحب نشكركم بكل حقيقه اشراف سيد الوالي كيف السلطه المحليه والجمهوريه بصفه عامه على المتابعه لانهاء المشاريع هذه وفرق كل الاشكاليات المتعلقه باتمامها. ان شاء الله معناها مع بعضنا نواصلوا باش نتمموا معناها بقيه المشاريع، خاصه بالنسبه للممرات العلويه اللي نعرفوا مازال بعض منها مازال باش يتم ان شاء الله، ومازال كذلك كل المشاريع الخاصه بمدينه سفاقس في مجال البنيه الاساسيه لمتصل الطرقات ان شاء الله. صحيح. اليوم حضرتكم ان شاء الله في افتتاح الممر العلوي جفران والعين، لو كنت تحكينا على تفاصيل هذا الممر واهميته بالنسبه لسفاقس خاصه. هو المشروع هذا كما تعرفوا يندرج ضمن انجاز العديد من المحاولات عددها 8 يهموا معناها القاصه عدد 4 انجاز ممرات علويه. كنا مره فاتت معناها سيد الوالي اذن واعطى استغلال طريق المطار، اليوم معناها تحت اشرافه يأذن باستغلال الممرات العلوية الخاصة بطريق العين وكذلك الأفران على أن تكتمل بقية الأشغال إن شاء الله على مستوى الهيئة الأردنية خلال الأسابيع القادمة. كيف كيف معناها المشروع هذا نذكر أنه معناها تقريبا الكلفة نتاعو حوالي 40 مليون دينار، نسبة تقدم الإنجاز معناها يكون فاق 99%، يعني بعض أشغال تكميلية إن شاء الله تتم في بعض الأيامات القادمة، وكذلك إن شاء الله نعمل مع بعضنا لإتمام بقية الأشغال لبقية المحاولات إن شاء الله خلال سنة 2022 يتم استغلالها كذلك. بالنسبة لل كما قلت أهمية المشروع أنه أكيد باش يعطي باش يخفف على حركة معناها يكثف على الأقل الكثافة المرورية معناها بالنسبة للطرقات والضغط المروري الموجود في أوقات الذروة، معناها يتم هذا حل ينقص من الذروة هذه وينقص من الساعات اللي ربما قاعدين نضيعوها على مستوى حركة المرور. إن شاء الله معناها بالمشروع هذا ينضاف إلى جميع مشاريع أخرى نكملوها في سفاقس متصلة بالبنية التحتية، من أهمها كما قلت 8 محاولات هذوما، وكذلك عندنا مشروع الشمال مدخل جنوب الشمال اللي هو تقريبا مش يكون لأول مرة في مدينة سفاقس عندنا معناها بريفيري كاملة من ركات أونس حتى الطريق الساحلية هذه اللي تأمل معناها جميع إمكانيات المستعمل الطريق داخل من مدينة سفاقس باش يكون في طريق سريعة ويأمن حسب التوجه نتاعو معناها في أقل وقت ممكن. هذا تقريبا إن شاء الله مبروك لسفاقس، إن شاء الله إتمام المشاريع هذه يكون في أجالها اللي احنا نأمل ان شاء الله نطبقوها ونعتمدوا انه تكون سنه 2022 انهاء جل المشاريع. شكرا. السيد لولي المتابعه تاع باقي المشاريع معناها بعد ما بعد القنطره هذه بقيت القناطر الاخرى في عمليه المتابعه والحرص على انهم يكونوا في الموعد. بحول الله احنا حريصين بالتنسيق مع جميع مكونات المشروع والمتداخلين في هذا المجال. سنكون في الموعد كالعاده بحول الله. لإنجاز بقية المشاريع والمشاغل العالقة.
في هذا المجال. كنت ذكرت اللي تحبوا اخر ان شاء الله اختتام السنه تكون بافتتاح هذه القنطره ان شاء الله وغيرها ان شاء الله من القريب. ما في شك قنطره عملنا حل نزول فوالا دونك وهذا الصفاقسيه بصفه عامه تسحق اكثر ان شاء الله في اسرع الاجال بقيه المشاريع اللي اشتغلت بحول الله. اما لكن خاصه احنا نركزوا على اليوم بالمناسبه السعيده هذه ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله. ربي سيد الوزير احنا كارين هنا وعندنا 3 سنين تدمرنا بعد رزقنا فلسنا 3 سنين 3 سنين فلسنا قدمنا قضايا في تعديل الكراء المحاكم ما مشاتش معنا علاش؟ رحنا فلسنا صرنا رحنا 3 سنين مسكرين 3 سنين انا عندي بوتيك هنا كاري